عشان كده الحقيقة كانت خطوة رائعة من فخامة رئيس الجمهورية أن يعمل مبادرة للتحاليل والتشخيص المبكر لهذه الأمراض قبل ما نتجوز، ويبقى الدور عليكم أن كنتوا لما تعرفوا أنكم عندكم الفرصة دي. العالم كله بيقول والعلم كله بيقول خيرها في غيرها، نجيب نشوف حد تاني ما يكونش قريبنا علشان ما يكونش عنده العامل المتنحي ده. وقلت جملة اسمها ما يكونش قريبنا، لأن جواز القرايب بيزود 3 أضعاف الفرصة إن الزوج والزوجة يكونوا حاملين لنفس المرض. وحضراتكم احنا عندنا في مصر 33% من زيجاتنا جوازات قرايب للأسف، عشان كده عندنا أمراض وراثية كتيرة جدا جدا، مش بس في الدم، في الدم وفي الأعصاب زي مثلا ضمور الأعصاب وفي التمثيل الغذائي كتيرة جدا، وبتلقي بأضرارها على جيلنا اللي جاي اللي ملوش ذنب خالص إن هو أبوه وأمه يفكروا يتجوزوا وهم قرايب. وإن احنا ننقي حد غريب ده توصية دينية من رسولنا، إن احنا دايما نغرب وإن احنا نتخيل لنطفنا فإن العرق دساس، رسولنا قال لنا كده. فلازم نفكر إن مصر تقضي على فكرة جواز القرايب أو تعمل التحاليل اللازمة، ولو ثبت إن في أمراض وراثية لابد إن احنا ننهي فكرة جواز القرايب. ده بالنسبة للأمراض الوراثية، في أمراض كتيرة جدا بس دول اللي بنعمل لهم تحاليل، ودول اللي احنا عايزين حضراتكم تكونوا عارفين كل حاجة عنهم وتاخدوا القرار السليم في الوقت المناسب.